stresses the obligation to ensure that human rights defenders are protected and allowed to conduct their work without hindrance, intimidation or harassment. Internal dialogue within Bahrain is vital. جمع من النواب الأعضاء في البرلمان الأوروبي لخصوا في رسالة لهم وجهوها إلى مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد فريدريكا موغريني الأوضاع الجارية في البحرين. النواب طلبوا موغريني بضمان الإفراج عن قادة ورموز الثورة المعتقلين منذ العام 2011، وخصوا بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع والمفكر عبد الوهاب حسين والأكاديمي عبد الجليل السنكير. هؤلاء الرموز الذين قادوا ثورة 14 من فبراير تعرضوا إلى التعذيب وسوء المعاملة في السجون الخليفية، وصدرت أحكام مطولة بسجنهم في وقت يعانون فيه من متاعب صحية ويحرمون من تلقي العلاج اللازم. مصدر الكرم، مصدر الرحمة، مصدر اللطف. الوضع خارج السجون لا يبدو بأفضل من داخله، حيث استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من إسقاط للجنسية وتضييق مساحات عمل المعارضة والناشطين الحقوقيين وفي مقدمتهم الحقوق نبيل رجب الذي يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية تغريدات له انتقد فيها ممارسات التعذيب الجارية داخل السجون. يقول على اساس ان في اتهام ان انا تكلمت في تويتر زين ان هناك تعذيب في ان اتهمت الادارة الصح بممارسة التعذيب ضد السجناء جو. وفي ظل هذه الاوضاع المتدهورة يقف العالم الغربي الذي يدعي الترويج لحقوق الانسان والدفاع عنها ما بين داعم لهذا النظام وبين متفرج على هذه الانتهاكات دون أن يحرك ساكن. وسواء أحركت رسالة النواب المياه الأوروبية الراكدة حيال البحرين أم لا، فإن شعب البحرين وبعد التوكل على الله عقد العزم على إسقاط نظام العائلة الخليفية مستعينا بقواه الذاتية ومهما عظمت التضحيات.